كل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص على الأبواب، النهاردة هعمل فتة الشاورما، حاجة كده في منتهى اللذاذة، بتتبيلة رهيبة لازم تجربوها. وهعمل كمان رز المطاعم اللي بتقدم مع الشاورما، وهقولكم كل الأسرار اللي تخلي الشاورما معاكم تطلع ناجحة جدا. ياريت لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش لايك وشير الفيديو، ولو لسه مش مشتركين في قناتي انزلوا اشتركوا عشان يوصلك اشعار بكل وصفه جديده انزلها. ويلا بينا نبدا في وصفتنا. دي كل المقادير اللي هحتاجها للشاورما، كل المقادير ومكوناتها هتكون موجوده تحت الفيديو في صندوق الوصف. شاورما اللحمه لا بنضيف عليها خل ولا دبس رمان. عندي هنا تقريبا نص كيلو لحمه من الفخده، قطعتها رفيع بالشكل ده، شايفين رفيع ازاي؟ وهحتاج كمان نص كوباية لبن رايب أو زبادي، ربع كوباية مية بصل، بصلة كبيرة مبشورة صفيتها وخدت المية بتاعتها، ربع كوباية زيت، معلقة كبيرة عصير ليمون. التوابل اللي هحتاجها نص معلقة صغيرة من فلفل أسود، كزبرة ناشفة، قرفة، جوز الطيب، جنزبيل، سكر، ورق غار اللي هو ورق لورا، وحبهان. انا طحناهم مع بعض، واخده منهم معلقه صغيره. وعندي هنا كمان مكعب مرقه لحمه، هدوبه في معلقتين من الميه السخنه، هقلبه لحد ما يدوب تماما. والملح طبعا على حسب الذوق، حاولوا ما تضيفوش ملح كتير لان مكعب مرقه اللحمه اصلا بيكون فيه ملح. طبق عميق هحط ميه البصل والزيت واللبن الرايب ومرقه اللحمه وعصير الليمون والتوابل، وهقلبهم كويس جدا. وهحط اللحمه عليهم وهقلب لحد ما كل اللحمه تاخد من التتبيله كويس. هغطيها بقى واسيبها في التتبيله اقل حاجه 6 ساعات لو مستعجلين، لو مش مستعجلين يبقى طول الليل احسن. دلوقتي هحضر صلصه الطحينه. عندي هنا 3 معالق كبيره طحينه، معلقه كبيره زبادي، معلقه كبيره عصير ليمون، ربع معلقه صغيره كمون. هقلبهم كويس مع بعض وبعدين هضيف الميه السخنه. الميه السخنه على حسب ما انتوا عايزين قوام الطحينه يكون شكله عامل ازاي. القوام ده كده بالنسبة لي كويس جدا، لو حابينه أخف من كده تقدروا تضيفوا شوية مية سخنين كمان. عندي هنا عيش شامي مقطعه مربعات بالمقص بالشكل ده، هحمصه في طاسة على النار، حط فيها معلقتين زيت كبار، هحط فيها العيش وهقلبه كويس لحد ما ياخد لون دهبي خفيف كده. العيش بقى تمام. ودلوقتي هعمل رز المطاعم. في حلة على النار حطيت فيها معلقة كبيرة زبدة ومعلقتين كبار زيت، التوابل اللي هستخدمها معلقة صغيرة من قرفة، حبهان ورق لورا طحناهم مع بعض واخدة منهم معلقة صغيرة، 8 حبات قرنفل، معلقة كركم، معلقة صغيرة زعفران، معلقة صغيرة جوز الطيب. هحمص التوابل دي مع الزيت والزبدة شوية. وعندي هنا كوباية رز مغسول ومتصفي كويس. هقلب الرز كويس مع التوابل. وبعدين هضيف عليه
كوباية ونص مية، يعني كل كوباية رز كوباية ونص مية. طبعا الملح على حسب الذوق. هقلبه تقليبة صغيرة كده وهغطيه لحد ما يشرب المية. كده هو شرب المية بتاعته، بس الرز لسه مستويش. هغطيه تاني واسيبه على نار هادية من 10 دقايق لربع ساعة لحد ما الرز يستوي. ودلوقتي هسوي الشاورما. اول حاجة هشيل اللحمة من التتبيلة، هصفيها كويس جدا. في طاسة على النار فيها معلقتين زيت، هسيبها تسخن شوية عشان اللحمة متنزلش المية بتاعتها وتنشف. هحط اللحمة، مش بتاخد وقت خالص، هقلي فيها لحد ما تستوي. هي تقريبا اخدت مية 10 دقايق بالظبط. والرز استوى، هشيل منه القرنفل. شايفين الرز نسر ازاي ولونه يجنن. دلوقتي هقدم فتة الشاورما بشكلها الكلاسيك. هحط الرز، ووزع الخبز حوالينه بالطريقة دي، وحط اللحم من فوق. ورش رشة سلطة الطحينة من فوق بالشكل ده. شايفين الجمال؟ تتبيلة اللحمة بالطريقة دي رهيبة بجد، لازم تجربوها. والرز كمان كان طعمه حلو قوي. جربوا الفتة بالطريقة دي وقولوا لي رأيكم. أتمنى من كل قلب وصفة النهاردة تكون عجبتكم. أشوفكم تاني على خير قريب في فيديو جديد. وباي باي.